لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيل المناضل الكبير هاني فاخوري أبو ياسر، وبدعوة من ندوة العمل الوطني، أقيمت ندوة بعنوان وتبقى فلسطين هي القضية، وذلك في مركز توفيق طبارة في بيروت. حضرها حشد من ممثلي الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وحشد من المهتمين. بدأت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني، ثم قدمت الندوة رئيسة اللجنة الثقافية في ندوة العمل الوطني الدكتورة نهى الحسن، وكانت مداخلات لكل من أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد، وأمين سر حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان اللواء فتحي أبو العردات، والأستاذ محي الدين الآغا، والأستاذ شربل شلهوب. الذكرى السنوية الثامنة لرحيل المناضل الكبير هاني فاخوري، نتوجه بالتحية لذكرى هذا القائد العروبي الذي جمع بين الهوية اللبنانية والهوى الفلسطيني. التحية لذكرى أبي ياسر الذي أدرك بعمق الموقع المركزي للقضية الفلسطينية في الكفاح التحرري للأمة العربية، كما أدرك أهمية الدور الطليعي للشعب الفلسطيني في الصراع ضد الصهيونية والقوى الاستعمارية، فانخرط في صفوف الثورة الفلسطينية وناضل إلى جانب القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات. من بيروت قلب العروبة النابض انطلق هاني فاخوري، بيروت الثقافة والانفتاح والنضال الاجتماعي والوطني والقومي، بيروت العروبة وجمال عبد الناصر والثورة الجزائرية وسائر معارك العرب التحررية، بيروت الثورة الفلسطينية والصمود الأسطوري في وجه جحافل الغزو الصهيوني سنة 1982، بيروت مهد انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية. من بيروت هذه خاض هاني فاخوري أشرف المعارك النضالية. لقد حاولوا ولا زالوا يحاولون إلباس بيروت ثوبا غير ثوبها وإعطائها هوية مذهبية بدلا عن هويتها الوطنية والعربية الأصيلة، كما لا زالوا يحاولون فرض التقوقع والانعزال عليها بديلا عن دورها الجامع وعن ثقافة أبنائها الإنسانية المتحررة، غير أننا على ثقة تامة بأن رفاق هاني فاخوري ومعهم سائر أبناء بيروت لقادرون على الحفاظ على موقعها وحماية دورها، كما أننا على ثقة بأن استعادة بيروت لموقعها العروبي الجامع ولدورها الوطني التوحيدي ستكون لهما انعكاسات إيجابية على لبنان كله. فبيروت هي مركز لبنان، ومتى كان المركز بخير فإن الوطن كله يكون بخير. أيتها الأخوات أيها الإخوة، في المرحلة الراهنة تتصاعد حدة الحرب الاستعمارية الصهيونية على الأمة العربية، ويعاني الشعب اللبناني كما تعاني سائر الشعوب العربية من المعارك التي تشن ضد التوجه الوطني والعروبي التوحيدي لمصلحة التوجهات الطائفية والمذهبية والعشائرية التقسيمية والتفتيتية، ويعانون أيضا من إرهاب الجماعات الظلامية والرجعية ومن تفاقم ممارسات الاستغلال والفساد والظلم الاجتماعي. ولقد بات واضحا تمام الوضوح عجز الأنظمة العربية عن مجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية وعن التصدي للمخاطر المصيرية التي تتعرض لها، بل أن بعض هذه الأنظمة وبهدف الحفاظ على استمرارها تشارك مشاركة فعلية في الحرب على هذه الأمة. لذلك بات لزاما على شعوب هذه الأمة ولا سيما التيارات العروبية والتقدمية والمقاومة
أن تبادر إلى تعزيز حضورها وتفعيل دورها وتطوير التعاون فيما بينها من أجل تصويب الأوضاع حماية للوجود والهوية ودفاعا عن حق هذه الشعوب بالحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. مما لا شك فيه أن الخطر الصهيوني يأتي في مقدمة التحديات التي نواجهها، فالعدو الصهيوني يسير بخطوات متسارعة نحو تصفية القضية الفلسطينية، وبينما يواجه الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وغزة وأراضي 48 وبالصدور العارية آلة القمع الإسرائيلية وقطعان المستوطنين، فأن النظام الرسمي العربي يعلن في قمة شرم الشيخ التخلي عن أولوية القضية الفلسطينية وعن الصراع العربي الصهيوني، ويصطنع الزعماء العرب في المقابل خطرا مزعوما يسمونه الخطر الإيراني، وعوضا عن السعي للتعاون المتوازن مع إيران لمواجهة العدو المشترك الذي يمثله الحلف الاستعماري الصهيوني، يلجأ الزعماء العرب إلى تسعير نار العداء بين الشعب العربي، بين الشعبين العربي والإيراني، بل بين مكونات الشعب العربي نفسه، وبدلا من العمل من أجل الحوار السياسي بين مختلف الأطراف في اليمن، بادر قسم من الزعماء العرب إلى شن الحرب على شعب اليمن العربي بحجة التصدي للتمدد الحوثي وتحت زريعة حماية الأمن القومي العربي. فعن أي أمن قومي يتحدث أولئك الزعماء والقواعد العسكرية والأساطيل الأمريكية والغربية تنتهك حرمة الأرض والمياه والأجواء العربية؟ وعن أي أمن قومي يتحدثون والصهاينة يستكملون افتراس فلسطين ويمارسون العربدة في أقطار عربية أخرى؟ وأي أمن يقوم للأمة العربية بينما شعوبها تعاني من الإرهاب ومن الاضطهاد السياسي ومن التهميش والظلم والبطالة؟ أيتها الأخوات، أيها الإخوة، شعبنا اللبناني يواجه خطر العدوانية الصهيونية ويواجه خطر الإرهاب، كما يواجه أيضا النتائج الكارثية لأزمة النظام الطائفي العفن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والمعيشية. وفي الوقت الذي يحتاج فيه لبنان أشد الحاجة إلى تحسين أوضاعه لمواجهة هذه الأخطار المصيرية، نرى بكل أسف قوى النظام اللبناني بعيدة كل البعد عن هموم الوطن والمواطن، ونراها مشغولة فقط بالتنافس على اقتسام مغانم الحكم ومواقع النفوذ في الدولة، ومرتهنة لارتباطاتها الخارجية. وينظر اللبنانيون نظرة الاستهجان والاستنكار لبقاء سدة الرئاسة خالية كل هذه المدة، وللتمديد المتكرر للمجلس النيابي، ولعدم سن قانون جديد للانتخابات، ولغير ذلك من ممارسات التعدي على الدستور والديمقراطية. ويعاني اللبنانيون كل المعاناة من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي كانت سياسات هذا النظام وراء نشوئها واستفحالها. ويشعر اللبنانيون بالقلق نتيجة لاستمرار التهديدات الصهيونية والإرهابية، ونتيجة لتواصل الشحن المذهبي الذي يهدد بتفجير السلم الأهلي. إزاء المخاطر والتحديات المشار إليها وإزاء عجز النظام الطائفي القائم عن مجابهتها يقع على عاتق الشعب اللبناني، وبخاصة القوى التقدمية والوطنية والعروبية المقاومة. واجب العمل من أجل تصويب الأوضاع بما يساعد على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية،
وإخراج لبنان من الأزمات والمآزق التي أدخله النظام الطائفي في متاهاتها. ختاما أيتها الأخوات أيها الإخوة، نجدد توجيه التحية لذكرى المناضل الكبير هاني فخوري، ونعاهده على مواصلة حمل راية الكفاح من أجل لبنان والقضية الفلسطينية وسائر قضايا الأمة العربية، كما نشكر ندوة العمل الوطني على الدعوة لإحياء هذه المناسبة. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم.